السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله بقناة المستقبل. اليوم راح نتكلم عن جهاز نوت 7، تعالوا مع بعض خلينا نشوفه. خلينا نتكلم بشكل سريع وبسيط عن جهاز شركة سامسونج تسميه أذكى جهاز في العالم، مع أن الجهاز وايد يشبه S7 Edge، بس نوت 7 يتميز أنه فيه قلم S-Pen وانحناءات الجهاز مختلفة شوي، لأن الجهاز منحني بشكل بسيط اللي يخليك تشوف الجهاز أصغر وأنيق أكثر. أماكن الإزرار تشابه تقريبا مع S7 Edge، زر التشغيل على اليمين وزر الصوت على اليسار، ومن فوق نقدر نضيف شريحتين أو شريحة ميموري كارد، نقدر نزيد سعة التخزين إلى 256 جيجا بايت، ومن الأسفل في مدخل السماعة ومكبر الصوت وميكروفون مثل S7، لكن نوت في فتح القلم S-Pen في الجهة اليمين. طبعا أخيرا نوت 7 أول جهاز من سامسونج يدعم شحن تايب سي، وسامسونج قدمت حق العملاء أدابتر اللي حابين يستخدمون السلك القديم مع نوت 7. طبعا من ناحية الحماية مثل ما تعودنا نفتح الجهاز باستخدام رقم سري أو رسم شكل أو بصمة الأصبع. الحين تطورت وايد عن أجهزة سامسونج اللي قبل، أضافت سامسونج ميزة جديدة المسح الضوئي للعين آيريس على نوت 7. طبعا نتوقع أنه راح يكون بطيئة وصعبة، لكن من السهل تشغيلها بكل سهولة، بس لازم يكون الإضاءة العادية، لكن للعلم راح يكون صعب استخدامها إذا كان في هواء أو إضاءة قوية في المكان. طبعا نوت 7 يعمل معالجات سامسونج إكسينوس أوكتا كور مع رام 4 جيجا اللي يخلي سرعة التنقل بين البرامج بدون مشاكل. مع كل هذه القوة والسرعة نقدر نقول نوت 7 يجمع بين القوة والسرعة. طبعا الجهاز يعمل بنظام تشغيل اندرويد مارشميلو مع دعم التحديث لنظام نوغا اللي راح ينزل قريبا. تم تقليل حجم تاتشويز الشهير لدى سامسونج بشكل كبير مثل ما شفنا في السنوات اللي طافت، وقدرت سامسونج تغيير تطبيقات اللي ما لها فايده في الجهاز وتخلي الجهاز اسرع من غير ما ياثر على الجهاز. نقدر ننقل البيانات من الاجهزه القديمه الى نوت 7 باستخدام عمليه النقل الذكيه اللي تشبه تقريبا اي كلاود، لكن هي أفضل لأنها تعطي للمستخدم كثير من الخيارات من الجهاز القديم حتى لو كان من الميموري كارد. تتميز كاميرا نوت 7 الخلفية ب 12 ميجا بكسل اللي تشتغل باستخدام تكنولوجيا بكسل مزدوج اللي تخليك تتمتع بتجربة تصوير واضحة، ويمكن فتح الكاميرا بسرعة بالضغط مرتين على الزر الرئيسي، وبعد تقدر توصل الأدوات الأساسية والفلاتر لما تسحب الشاشة إلى اليمين أو اليسار، وتقدر تبديل الكاميرا الخلفية إلى الأمامية بسحب الشاشة إلى الأعلى. يتميزون الكاميرتين بخاصية تثبيت الصورة وعدسة OIS 1.7 بشكل أفضل بوضع الإضاءة المختلفة سواء صورة أو فيديو. يتميز نوت 7 بطارية 3500 ملي أمبير، وهذا شيء جدا ممتاز، ونفس الوقت الجهاز يشحن بشكل سريع، وبعد تجربة الجهاز خلال نص ساعة شحن من 30% إلى 75%، والسبب الشاحن الجيد من سامسونج تايب سي كويك تشارج. واللي يحبون السباحة فنقدر نقول لكم أن جهاز نوت 7 فيه ميزة IP68، يعني جهاز مقاوم للماء والغبار، لكن ما ننصح باستخدام الجهاز أثناء السباحة. وبالنهاية الجهاز وايد قوي ومواصفاته وايد عالية، ونوت سيريز عموما من أقوى الأجهزة السمارت فون بالسوق، رغم ذلك ما نتوقع كل الناس راح يشترونه، بس احنا ننصح فيه. أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسونا باللايك والكومنت وفي النهاية سبسكرايب. في أمان الله.